خاص من التملك، وده الخاص بالسيارات التي يملكها المصريين المقيمين في الخارج، بياخد على أول سنة 10% ثم 5% على كل سنة إضافية حد أقصى 50% من جمارك السيارات. السنة الجمركية بتتحسب من شهر أكتوبر، يعني معنى كده أن أنا لو اشتريت سيارة في 30/9 وتملكتها وسجلتها في المرور هنا في 30/9 وبعدين نزلتها في مصر في 1/10 يبقى أنا أستحق 10%، لكن أنا لو تملكتها بعد 1 أكتوبر يبقى أنا أستحق 10% الخصم بتاعتي على أول سنة 1 أكتوبر 2019. القبطان ليست مجرد شركة شحن، القبطان مفهوم جديد للشحن البحري.